اهلا بكم في فيديو جديد هنتكلم فيه عن برفان غير مألوف على الاطلاق، وانا اتكلمت عنه او ذكرته مرة او اتنين في كذا لست عملتها قبل كده، بس لسه بتيجي عليه اسئلة كتير قوي وتساؤلات كتير قوي. هنتكلم عن برفان بلاك افغانو من ناسيموتو. ايه البرفان ده وايه حكايته وايه الوضع فيه بالظبط؟ هقول لك الكلام ده في الدقايق الجايه، ولكن الاول يا ريت لو مش عامل سبسكرايب تديني واحده سبسكرايب، واكتب لي في الكومنتات لو عندك اي برفانات عايزني اتكلم عنها او اعمل لها ريفيو، او في دماغك برفانين عايزني اقارنهم ما بينهم وبين بعض وتشوف مين الاحسن. ودلوقتي برضو الخنفاري بقى على الانستجرام، ممكن اسيب لك لينك في اول كومنت تحت، ممكن تعمل لي فولو لو عايز، ونرجع تاني لبلاك افغانو. ايه حكايه البرفان ده وايه الضجه اللي هو عاملها وايه الاسم العجيب ده؟ يعني افغانو ده يعني الاسم مريب شويه، وهو بالنسبه للناس اللي شاكه فيه هو الاسم بالفعل بيدل على المحتوى. ابتدي لك الاول، هو يعني ايه حكايه البرفان ده؟ انت لما بتفتح الازازه كده بتشمه، ايه الوضع فيه بالظبط؟ يعني انت بتاخد ايه؟ انت بتاخد حشيش سيادتك. انا شمت حشيش يا سعاد. ايوه بتاخد حشيش، هو يعني هو فيه كانبس او حشيش. البرفان هو طبعا ما فيهوش حشيش بس، هو فيه حشيش وبخور وشويه اخشاب. البرفان بشكل عام يعني مدخن، هو البرفان تحس ان انت قاعد في غرزه، يعني بتفتح كده بتفتح باب غرزه والهب وبيطلع عليك. البرفان ريحته جميله ولكن مش جميلة، يعني هي بتبقى على حسب الاذواق، مش عارف اوصفها ازاي. انا شخصيا اول مره خالص شميته انا افتكرت ان في حد بيحشش، يعني في الشارع حسيت ان في حد بيحشش، لغايه ما اكتشفت ان صاحبي، يعني قعدت اتتبع الريحه جايه منين، لغايه ما اكتشفت ان واحد اللي هو صاحبي اللي كان ماشي معايا حاطط البرفان ده، فقعدت اشمشم فيه. قلت له انت ما بتدخنش، انت شارب حشيش ولا كنت قاعد في قعده حلوه ولا ايه بالظبط؟ قال لي لا انا حاطط برفان اسمه بلاك افغانو. فقلت له انا ساعتها ما كنتش جربته خالص، فيعني ابتديت التفت للبرفان ده فجربته في مره. البرفان انت اول ما تجربه، يعني اول انترودكشن او اول تجربتك ليه خالص، ممكن ما تن يعني ممكن تنزعج منه لو انت مش مدخن وما بتحبش ريحه الحشيش وما بتقعدش القعدات الحلوه دي بتاعه الصفا. انما لو انت من محبي الكلام ده، يبقى الريحه دي بالنسبه لك هتبقى مميزه قوي وحلوه، وانت نفسك يعني ايه هتنجذب ليها. انما البرفان هو يعني يا تحبه يا تكرهه، الريحه دي هتحبها يا هتكرهها، مفيش في النص، مفيش تعدي اوكي، مفيش اوكي، هو هتحبه قوي يا هتكرهه قوي، مفيش حل وسط. فالبرفان ده ريحته مميزه قوي، مش مألوفه اطلاقا. اتحداك انك هتلاقي برفان في سوق البرفانات كلها على مدار التاريخ ريحته عامله زي ده. البرفان ده فعلا يعني كتب صفحه جديده خالص في عالم البرفانات، ما تفهمش الناس اللي كانوا شغالين عليه دول كانوا ايه في دماغهم، هم اكيد كانوا مصطبحين، بس ايا كان يعني ان هم يوصلوا لبرفان بالستايل ده بصراحه دي حاجه نقطه تحسب لهم قوي. البرفان مميز جدا غير مألوف على الاطلاق، الجوده بتاعته عاليه قوي. البرفان بيجي لك في ازازه 30 مللي اكستراكت برفوم اعلى تركيز ممكن. فالبرفان بشكل عام يعني انت بتحس ان هو قوي قوي ونفاذ قوي وريحته مش مألوفه، فانت هتبقى محتار ما بين حاجه من الاثنين، يا هتحبه يا هتكرهه. ده اجي لك لحاجه تانية عن البرفان ده، وهي مواقف استخدامه وامتى تستخدمه والفصول والكلام ده. يعني انا احترت فيه شويه. هو انا بصراحه اول ما جربته في الصيف ولكن بالليل، وحسيت ان هو تقيل قوي، فانا ما اعتقدش ان هو هيبقى مناسب اطلاقا لفصل الصيف او للاجواء الحر، بس طبعا انت حر في استخدامك ليه. ده بالنسبه لي انا ما حسيتش ان هو ممكن استخدامه في فصل الصيف، بس لو الجو بارد شويه او الجو يعني ايه هادي شويه استخدمه عادي ما فيش مشاكل. والبرفان ده بتاع المساء والسهره، البرفان ده ما ينفعش تحطه الصبح، لو اتحطيته الصبح وعديته جنب عربيه بوليس هيمسكوك هيشكوا فيك. ما والله ما بهرج، يعني البرفان فعلا شبهه ماشي حواليك، انت بترش شبهه. فالبرفان ده يعني اتعامل معاه بحذر حرصا على سلامتك الشخصيه. البرفان اقدر اقول ان انت تستخدمه في المساء والسهره، لو انت رايح مثلا قعده حلوه مع اصحابك ممكن تحط البرفان ده، لو رايح تقابل واحده ولكن الواحده دي انت عارف ان هي مزاجها عالي برضه وليها في الجو الروحانيات ده، ممكن تحط البرفان ده هيعمل يعني ايه هيعمل بابل حواليك حلوه كده. ولكن البرفان فعلا استخداماته بتبقى تشالنجنج قوي قوي، يعني محدده قوي، انت محتاج انك تعرف هتحطه فين وازاي وامتى عشان ما يسقش فهمك، او الناس ما تظنش ان انت مثلا ايه لسه طالع من غرزه، لسه كنت بتحشش وطالع رايح تقابلهم. فحاول تخليك حذر مع البرفان ده. البرفان ده على قد ما هو ممتع، يعني البرفان بيدي لك روح المغامره، انت بتحط برفان ريحته هتوديك في داهيه، وبتحطه وتنزل، ويعني ايه اصابه يا خابت عك وربك يفك.
فالبرفان بوجه عام يعني موقف استخدامه اقدر اقول ان هي مقتصرة على الاجواء الباردة شوية وبالليل، ممكن تحطه في الصيف ولكن خليه بالليل. برفان ده لو حطيته بالنهار هيبقى مزعج، هيبقى مقرف، هيبقى مش مناسب. حتى لو انت بتحب البرفانات تحط برفانات قوية في الصيف، في النهار صدقني البرفان ده هيعمل كلاش جامد قوي. فده استخدامات البرفان ده. طب ايه بقى رأي الستات في البرفان ده؟ هل بيحبوه ولا بينفروا منه ولا ايه الوضع بالظبط؟ والله هو على حسب السيدة اللي انت يعني ايه تقصد هي هتحبه ولا لا. يعني انت لو رحت تقابل واحدة وحطت البرفان ده وعارف ان الواحدة دي لا بتدخن ولا بتحب ريحة التدخين ولا بتطيق السجاير ولا بتطيق ما تروحش حاطط لها حشيش، يعني ما ينفعش كده، مش اسلوب ده. انما لو انت رحت تقابل واحدة او يعني حواليك سيدات او بنات واخدين على اجواء التدخين او هم بيدخنوا او يعني الناس اللي المجتمع اللي حواليهم بيدخن وهو الموضوع بالنسبة لهم عادي، ممكن الريحة دي تبقى يعني مميزة بالنسبة لهم وانترستين كده ان هم يعني يحاولوا يعرفوا ايه ده. البرفان ده من ناحية الاطراءات هو يعني برضو ايه واقف في النص، يا هيحبوه قوي يا هيكرهوه قوي، ولكن ده مش ماس ابيلينج. يعني مش معنى ان انت هتحط البرفان ده وتبقى ضامن 100% ان الناس كلها هتحب الريحه دي وهتقول لك الله انت ريحتك جميله، انت حاطط ايه، انت ريحتك رائعه. لا، البرفان ده مش كده خالص. البرفان ده انت بتحط ريحته وانت يا صابت يا خابت معاك، سواء للرجاله او للستات. يعني ممكن تلاقي صاحبك بلغ عنك ما تفهمش البرفان ده بيعمل لك ايه بالظبط. بالنسبه لرد فعل السيدات انا اقدر اقول لك ان انت لو عايز بس تقابل واحده وانت حاطط البرفان ده حاول انك تتجنب الموضوع، يعني ايه خليك حذر شويه معاه، ما اقدرش اقول اكتر من كده. مش هقدر اقول لك يعني طبعا هو ابعد عنه تماما، لا بالعكس، في ناس كتير بيجي لها اطراءات منه، ولكن البرفان ده بيبقى برفان مش سهل ان هو يتحب ومش سهل ان انت تحطه في كل المواقف. فبالنسبه لراي السيدات فيه مش هو الاوضح يعني. طب بالنسبة لأداء البرفان ده ايه الوضع معاه؟ يعني البرفان ده اكستراكت دي برفوم اداؤه عامل ايه؟ والله هو الاداء قوي جدا. اداء البرفان ده بيقعد البروجكشن بتاعه او الفوحان بتاعه بيعدي 5-6 ساعات فوحان قوي، فانت فعلا حاطط غرزة، يعني انت رشش غرزة على نفسك. البرفان فوحانه قوي قوي ونفاذ قوي وملحوظ قوي، فانت حاول انك تخلي يعني ايدك خفيفه وانت بترش فيه، رشتين بالكتير قوي هو كل ما تحتاجه للمساء والسهره، صدقني ده كل ما هتحتاجه. خصوصا البرفان ده غالي، لسه هتكلم عن ده في النقطه الجايه، ولكن البرفان يعني فعلا نفاذ وقوي قوي. بالنسبه لثبات البرفان ده فهو ثباته برضو قوي، ثبات البرفان ده بيعديك العشر ساعات مستريح. هل انت هتحس ان انت مرتاح وانت حاطط ريحه حاجه يعني تشالنجينج قوي زي الحشيش وهتفضل اللبس عليك او على هدومك 10 ساعات فيما فوق؟ انت حر في قرارك ده، ولكن زي ما قلت لك حاول ان انت تبقى ايدك خفيفه شويه وانت بتحط البرفان ده، لان يعني انت ممكن ما تبقاش مرتاح وانت حاطط ريحه ممكن تسبب ازعاج للي حواليك او تخوف من اللي حواليك ويبقى البرفان قاعد لازق فيك 10 ساعات فيما فوق. فمن نقطة الأداء أنا ما أقدرش أقول إطلاقا الأداء بتاع البرفان ده وحش، الأداء بتاعه قوي جدا، الأداء بتاعه ممتاز، نفاذ، فواح، ثابت، كل حاجة. ولكن يعني خلي عندك إحساس بس باللي حواليك بسبب نقطة إن البرفان مش مألوف ومش سهل قوي إن هو يتحب. نيجي لاخر حاجه تعرفها عن البرفان ده وهو سعر البرفان ده ايه بالظبط وتجيبه ولا لا. البرفان ده بيجي لك في ازازه 30 مللي، ال 30 مللي دول بيوصل سعرهم او بيتراوح سعرهم ما بين $150 لغايه $180 واحيانا $200. فالبرفان ما هوش برفان رخيص على الاطلاق، البرفان ده غالي جدا. تخيل ال 30 مللي بيوصل مثلا احيانا ل $200، فلك ان تتخيل ان ال 100 مللي هيشرخوا معاك لغايه كام بقى. تجيبه ولا لا دي حاجه ترجع لك انت. البرفان ده من البرفانات اللي لازم تنزل تجربها الاول قبل ما تقرر تحط المبلغ ده في برفان، ما ينفعش ان انا اقول لك هاته او ابعد عنه. لو انت بتحب قعدات الصفا وليك في الجو الروحانيات ده ممكن البرفان ده يبقى مناسب ليك، ولكن برضو قبل ما تشتريه انزل جربه، لان البرفان غالي جدا وبيجي لك في ازازه صغيره، فيعني هتبقى معاك يا صابت يا خابت. البرفان ده عامل زي يعني ايه انت ونصيبك، يا هتصيب معاك يا هتخيب. فده رايي فيه. يا ريت الناس اللي عندها البرفان ده تكتب لي في الكومنتات ايه رايها فيه، وهل بيشاركوني الراي ولا لا، وينصحوا الناس ان هم يجيبوه ولا لا، وايه رايهم في ريحه الحشيش اللي فيه، هل بيستمتعوا بيها ولا بينفروا منها، والناس اللي حواليهم ايه رايهم في البرفان ده. يا ريت تشاركوني الكلام ده في الكومنتات تحت ونتناقش في الموضوع ده.